جالا سيستمز هو عبارة عن نظام متحول يحتوي على مدرج كبير يحتوي على العديد من المقاعد الصغيرة للجلوس. يمكنك التحويل في هذا النظام من حالة وجود المقاعد إلى حالة درج أو إلى أرض مسطحة، وهو يحتوي من أسفله على نظام التبديل الذي تحتاجه بين الدرج والأرض والمدرج، والذي يحتوي على مقاعد. وهذا النظام رائع جدا في توفير المساحة، حيث يمكنك استخدامه لأكثر من شيء. فمثلا يمكنك استخدامه كمسرح، وأيضا قاعة للمؤتمرات والمهرجانات، وأيضا يمكن تحويله للأرض المستوية واستخدامه كساحة كبيرة لطلاب الجامعات، وأيضا يمكنك استخدامه كمعرض للرسم وبهذه الطريقة، أو تحويله لمقاعد واستخدامه كقاعة لمحاضرة الطلبة ذات العدد الكبير، أو استخدامه في مسارح الأوبرا. ويمكن استخدامه أكثر من تقنية منه مع بعضها البعض، فمثلا استخدام بعض أجزاء بالمقاعد وبعضها بالمدرجات، أو مثلا استخدام جزء كمدرجات وجزء كسطح مستوى، أو استخدام ثلاث تقنيات مع بعضها البعض. فشاهدوا معنا كيف يتم استخدامه. سباستيان أرزوارز هذه عبارة عن فكرة جديدة لعمل مجموعة كبيرة من الأدراج، ولكن دون استخدام مساحة كبيرة لوضعها. فتم عمل هذا الابتكار الجديد لذلك. فمثلا في البداية هذه القطعة التي تشبه طاولة في داخلها العديد من الأدراج، ولكن تفتح وتنفرد بشكل كبير، وعند إغلاقها تعود لشكل طاولة يمكنك وضعها في غرفتك وبعضها الصندوق الخشبي أيضا عند شد أدراجه، فإنها تنفرد إلى مجموعة كبيرة من الأدراج ثم يتم إعادتها لوضعها الطبيعي. وأيضاً الطاولة التي توضع في غرفة النوم هذه فإنها أيضاً تحتوي على مجموعة كبيرة من الأدراج، والتي بحجمها هذا لا يظن الشخص أنها تحتوي هذه الكمية الكبيرة من الأدراج. لينك أند إتش تي إتش هي عبارة عن تقنية جديدة للمطابخ، حيث أن هذه الخزائن التي أمامك هي عبارة عن خزائن عادية. ولكن الغريب هنا هو أنه عندما تقوم بالضغط على الزر الذي بجانب هذه الخزائن تخرج لديك خزائن مخفية خلف هذه الخزائن العادية. وأيضا الطاولة التي على الأرض عند الضغط على الزر الخاص بها تتحول لمغسلة في المطبخ، وبضغطة زر أخرى يعود كل شيء كما كان سابقا كخزائن طبيعية وطاولة طبيعية أيضا. تيبل ترانسفورميبل هي عبارة عن طاولة ذات ارتفاع 34 سنتيمتر وعرض 140 سنتيمتر. عند رفع الطاولة لأعلى واستخدام أقدامها بشكل مقلوب تتحول إلى طاولة ذات ارتفاع 37 سنتيمتر، أي أنه ضعف الارتفاع الأصلي لها. فيمكنك عند رفعها استخدامها للدراسة أو الجلوس على اللابتوب الخاص بك، وأيضا غير أنك تستطيع تكبير الطول الخاص بها، بل أن سطحها يحتوي على طبقتين من الخشب، فتقوم بتمديد الأقدام فهي تتمدد، وتقوم بفرد سطح الطاولة عليه لتتحول إلى ضعف الحجم الذي كانت عليه في السابق، فيمكنك استخدامها لتناول الطعام مع عائلتك. سينس هو عبارة عن سرير رائع للاستخدام، فهو مرتفع كثيرا عن الأرض، ويحتوي بداخل هذا الارتفاع العديد من الأدراج التي قد تستخدمها كخزانة، وأيضا يحتوي على فتحة جانبية كبيرة نوعا ما، ما يمكنك من استخدامها كمخزن لأغراضك، وأدراجه تغلق وحدها. وأيضا يحتوي على درج جانبي يساعدك على الصعود إليه، وأيضا في أثناء نومك يمتلك هذا السرير حماية جانبية تساعدك على النوم بأمان.
دونر فنيتشر. هل تشاهدون هذه الطاولة طويلة الأقدام؟ عند القيام بثني أقدامها إلى الداخل فإنها تتحول إلى أقدام صغيرة يتم من خلالها تقصير طول هذه الطاولة، فشاهدوا طولها الجديدة كيف أصبح. وأيضا الطاولة ذات الأقدام المثلثة الكبيرة عند شد أقدامها للخارج فإنها تتحول إلى طاولة مربعة الشكل كما أعتدنا، وثم يقوم بشد سطحها فيتمدد السطح الخاص بها أيضا. وأيضا يمكن هنا مد وصلات خشبية ليصلح الطاولات باستخدام براغ خشبية، يتم تكبير هذه الطاولات إلى الحجم الذي نريده فشاهدوا كيف يقوم الرجل بذلك. The Ornigal Scrap Box. هذه الطاولة الجميلة يريد الجميع وضعها مثلها في المنزل، ولكن عند فتح المرآة لأجزاء هذه الطاولة يتبين لنا أنها ماكينة خياطة تخفى بداخل هذه الطاولة. فالجزء الأول منها هو عبارة عن عدد كبير من الخيوط، والجزء الآخر لبقية أجزاء الخياطة، والمنتصف هي الماكينة التي تستخدم للخياطة. فهذه الطاولة توفر الكثير من المساحة على أصحاب هذه المهنة. كلينيك أندوسي. هنا عبارة عن طاولة إلكترونية تستطيع إخفاء شاشتك بداخلها. فمثلا كنت تشاهد حفلة موسيقية على التلفاز وتريد السماع فقط ولا تريد المشاهدة، فبضغطة زر يتم دخول الشاشة إلى داخل الطاولة والإغلاق عليها. وأيضا حماية لشاشتك لو كان هناك لديك أطفال فإنك يمكنك إخفاؤها عن أيديهم بهذه الطاولة. وأيضا بضغطة زر أخرى تستطيع إخراج الشاشة إلى الخارج ومشاهدة ما تريد على تلفازك. مونيليو. هذا عبارة عن سرير متحرك بقدم متحركة يمكنه إنزاله للأسفل ومد القدم الخاصة به لتثبيته أو رفعه لأعلى، ويتم ثني القدم الخاص به على السرير حتى لا تظهر إلى الخارج. أغورن غرينيغ. هنا عبارة عن مسبح يتم إخفاؤه تحت الأرض. في البداية المنظر يبدو لك كأرض طبيعية عادية لا يوجد بها شيء، ولكن بنزول هذا الجزء من الأرض لأسفل يظهر لنا هذا المسبح الكبير الذي يتم إخفاؤه أسفله، فيمكنك بالضغط على الزر الخاص به إظهاره أيضا بنفس الزر. نغلق الأرض ويتم إخفاء هذا المسبح، فهو مفيد بالصيف لاصطحاب الأطفال حتى يطمئنوا من عدم نزول أطفالهم إلى المسبح في حال عدم وجودهم في المنزل ولا يكونوا قلقين. ها هي الأرض تعود لوضعها الطبيعي. فليكسا. يقوم الرجل هنا بتركيب مسامير خشبية في البداية، ثم يتم تثبيت القطع الخشبية مع بعضها البعض، ثم زيادة في التثبيت يقوم باستخدام البراغي المعدنية، ثم باستخدام المسامير الخشبية لتثبيت القطع الطويلة من الخشب من القطع التي قام بتثبيتها قبل قليل.
ثم يقوم بالتثبيت أيضا للقطع المعدنية، وإنه يقوم بصناعة لعبة للأطفال الصغار. وبعد أن قام بصنع الهيكل العام للعبة، يقوم بوضع قطعة عرضية في المنتصف لتقوم بحمل وزن الأطفال، ويقوم بتثبيتها بشكل جيد لتستطيع حمل الوزن. ثم بعد أن انتهى، قام بجلب قطعة خشبية طويلة أيضا، وقام بتثبيتها على جوانب القطع لعمل حماية لها لتتناسب نوم الأطفال عليه. وأيضا قام بتطويل أقدام اللعبة بقطع خشبية، ثم قام باستخدام قطع خشبية طويلة أخرى بصنع دحرجة صغيرة للعب الأطفال ليصل بين اللعبة والأرض. وها هو يقوم بإلصاق الأخشاب وتثبيتها مع بعضها البعض بشدة ليضمن سلامة وصحة ما يقوم بصنعه. وبعد أن انتهى من صناعة الدحرجة، قام بتثبيتها باستخدام البراغي المعدنية التي في حوزته. بعد أن انتهى من صناعة الدحرجة ومناطق الحماية للعبة، قام بجلب المزيد من القطع الخشبية والبراغي المعدنية والمسامير الخشبية، وهو يقوم بصناعة السلالم الخشبية الأخرى ليقوم بتثبيتها مع بعضها البعض باستخدام المسامير والبراغي. ليقوم بتثبيت السلالم بالدحرجة والمنطقة العلوية للعبة، يتم صعود الأطفال على سلالم أو النزول من الدحرجة. جونسون فرينتشر عند لف هذه الطاولة وشدها تتحول إلى قطع مثلثة متفرقة، ولكنه يقوم بمد القطعة المستطيلة المنثنية إلى الداخل ويقوم بفردها ولف الطاولة فتتحول إلى طاولة كبيرة أكبر مما كانت عليه. وعند الانتهاء من هذا الحجم، يتم لفها مرة أخرى وتفرقتها وثني المستطيلات الخاصة بها ولفها مرة أخرى لتعود لوضعها السابق الصغير.